مشاهدين كرام مرحبا بكم، مرحبا على الشيف وعد، ومرحبا على وعد، نقولوا قناة وعد أو وعد تلفزيون كيف ما تبوا تسموه. أنا الشيف كريم، وعندنا اليوم مطبخ خفيف اقتصادي وصحي سريع جدا. بندير هيك شوية فتلكات، مش حنستعمل هالبحاجات، بنديروا سباجيتي رقم 5، حيطيب مننا جو 8 دقائق، ونبو نحطوا شوية بتنجان، بنحمرها مربعات ما غير زيت في التفال، هذه واحدة باش نمنع من الكوليسترول، اوكي؟ وبنستعملوا تومة، ونبي نستعمل حتى الأتشوغا، هذا شوفوا فيها الأتشوغا هذه، هي شوفوا فيها المالحة صغيرونة هذه، شرايح رقيقة، في طاوة ثانية بنحمرها بالأتشوغا هذه بالتومة حتى هي، وزيت الزيتون الأسود المطبوخ في الفرن، مش حنستعملوا فلفل، وهذا باش حتى يقدروا ياكلوها صغارنا، اوكي؟ أول حاجة نبي ندير نولعوا المكرونة تاعي، المكرونة المية تغلي، نهبط عليها شوية وبنولعوا النار هذا. أوكي تو نستنوا نحمروا هذه وخلاها تمشي في حالها. نبغوا ناخذوا من الجردينة نتاعنا شوية زعتر فرش، نقصوها بطريقة هذه، ومش حنمسها أنا، ما فيش زيت، بدون زيت. كلها بنمشوا بها فريش، ما عندناش صرف اكل، ما عندناش حتى حاجه، كلها صافي. هذا ممكن يتكل نقولوا جماعه الكيتو، بس ما يجيش خاطر الكيتو ما ياكلوش المكرونه هذه، وما اصلا ما ياكلوش المعجنات، بس نقدر نقولوا نوع من حتى ما تسماش فيجيتيريان او نباتيه، لسبب احنا حنستعملوا الاتشوغا فقط، بس تندار حتى بطريقه هذه. انا بناخذ بتنجان هذه ما عادش نباها، ونبي نقص على طول شرايح مربعات صغيره، وما بين هذه قاعده ولا نمسها وماشيه مليح، بنقصها مربعات صغيره. اوكي هيك، وانا جاهز. عادة في الحلقات الثانية حتشوفوهم القدام في الأسابيع الجاية، في شيف وعد مقدم حاجة اسمها دي جي شيف، معناها كل مرة حنستضافوا فنان ليبي وتاخذوا بها جو. أي فنان ليبي يعرف يغني، من الشعبي للكلاسيكي إلى الهيب هوب إلى الراب بلوز جاز، على حسب الفنان ليبي وين هو موجود، ونجيبوه ويغني ويطيب معنا ونشوفه كان هو يعرف يطيب. فتبعونا دائما على نفس المحطة، ما تغيروش الموجة، بس شوفوا احنا شنو نديرو في المطبخ الصحي اقتصادي. في نفس الوقت راهو عندنا حتى مشروب اسمه ديتوكس، الديتوكس هذا يعتبر من مية عادية صافية تحطها في الثلاجة، وبعدين ما تبرد نحطوا فيها فواكه وخضرة، أنواع من الخضرة، وشوية أعشاب من حديقة وعد. هذا كلها باش نقدروا نطلعوا منها مشروب، ونمنع من الغازات والمشروب اللي فيها السكر. اوكي توا نكملوا، ما بين احنا نقصوا ونستنوا في الحرارة الطاوة بعد تمشي عادي. نقص فيها طريقة القص هذه ماهوش مكعب، هذا اسمها جوليان. جوليان معناها لما تقص الخضرة رقيقة رقيقة، هي طبعا كلمة جاسترونومي زي ما يقولوا فيها الفرنسيس، يعني في المطبخ. نمشوا بها بطريقة هذه، لما تشوفوا سكينة نحط فيها هيك صوابعي، هذا كله باش نمنعوا منها، كان هذا يقص صوابعك، اوكي الحامية السكينة هذه. منيح انا ماشي بطريقة هذه، أول ما تشوفوا البخار معناها الباذنجان الباذنجان هذه المية بتتبخر، وأنا ما نبيش المية، خاطر المية هذه عادة مرة. كان هذا كان نبي ندير طريقة ثانية، نقص شرايح نحطها في صينية، ونحط بين شريحة وشريحة نحط في الملح الغلي اللي تشوفوا فيه هذا، بنكون الباذنجان، ونخلوها نص ساعة، نحط عليها طنجرة مية مسقعة تنزل عليها بالضغط باش يعطيني وزن، والصينية من لوطة تطلع لك لون مية البني. هذه طريقة الباذنجان علاش هي مرة، تبوا تنحاها هذه طريقتها. خلوها هذه على النار، لو تشوفوها تتحمر وتاخذ في الجوستو نتاع الكليل، طيبوها كأنها نحمر في فستق كاكاوية لوز أي حاجة زي هذه. أوكي ما بين هذه تتحمر، أنا في طاوة
طوة تانية واتية بنحط فيها زيت نهبط النار. هذا شوف هذه كيف ماشية، مازال نبغى مازال تتحمل. شوف هذا ميرة ما غير زيت، التفال يدير كل شيء. هذا راس سنعين التفال باش نحن نفعو. شوفها شوف كيف تنفع ماني ريتها. شوفها تتحمر كأنها قاعدة في الفرن ما غير زيت. مازال نمشي بها. ولعت هذه بنحط عليها زيت ونحط عليها نوع من تومة تتسمى موجودة في سوقنا، هي اسمها سكالونيو، هي ميكس بين تومة و بصلة بيضة مش حمراء بيضة. فممكن نحط تومة وبصل، أنا نحط لها سكالونيو هذا نقصها على نص وبنخليها بقشرتها، وبعدين القشرة نبنحها خليها طوى دقيقة بس هنا تسخن، وباش نحي هذه من التريك بتوها هاي تبخرت كلها تبخرت المية. مازال نبغى نبخرها شوية ثاني ما بين هذه تسخن ونزيد طرف ثاني. هذه راهو سهلة جدا واقتصادية، ما درت شيء. شوفوا ندير فينا سهل راهو، كان نطيح المكرونة توا هنا بتطيب سريع، بس غيرنا ندروها تدريجيا. نبيكم تشبحوا الشيء اللي قاعد ندير. حتى بنتها مليحة وما درت فيها شيء، لا ملح لا فلفل لا حتى حاجة. هذه قاعدة تبقبق بروحها، وهذا قريب حتى يتبقبق. في نفس الوقت نغير الطاوة نجيب هذه هنا باش نبدو في هذه ما بين تمشي واحدة واحدة. شفتوها نبغوا نبقوا في هذه اوكي، وفي نفس الوقت مازال نبخروا هذه وهذه. طيب هذه نقصوا فيها، ناخذ شويه اللوريل من الحديقه نتاعنا وبنحطها في الميه. وهذه ما عادش نباها نوحها هيك، وبعدين ممكن ناخذها بعدين المقطع هذه لو نباها، بس ما اظنش نباها. ونحط ملح الغليظ وهذه بقبق في نفس الوقت. شوفها تتحمر هاي قاعده، وهذا يقلي هذاك يبقبق. باهي باهي جو مليح ماشي. شن فيها مليح؟ هذه تومة وبصلة اسمها سكالونيو. نجي توا ناخذ الكليب متاعي ونبي ناخذ لاتشوكا بيضة، في بنية وفي بيضة، هي مالحة شوية وأنا مش هنحط لها ملح أصلا الصينية هذه، خاطر عندي ملح في المية هذه. ناخذ شوية أعشاب، استنى هذه تتحمر من الحديقة. نبي ناخذ نبي ناخذ نبي ناخذ الزعتر هذا بيبي، تشبحوا فيه هذا بيبي. اوكي وهذا ماشي مليح. شوفوا هذا ما عادش نبوه، مازال بنمشوا بها. تمام هذه ماشيه مليحه، تشوف اللاتشوكه ماشيه مليح. اوكي تحمرت اللاتشوكه متاعي، نمشي نحط فيها توا هذا ما عادش نبي، نحط فيها شويه زيتون ناخذه كشيك. هذا زيتون مطبوخ في الفرن، يعني طبخوا فيه بالملح. هذا علاش ما نبيش نحط ملح انا اليوم، هذا اوريدي مالح شويه وهذاك مالح، الواحد طاح مني. شوف كيف كانت كبيره، شوف كيف ولت صغيره توا، هذه معناها كانت كلها ميه. وهذه واتيه شوفها. طوالي كان هنا ينقص فيها
كان نقص فيها بطريقة هذه. أنا راهو قريب وقتي راه كان نطيح السباجيتي مش عارف شنو يصير، يطيب يطيب سريع. نبي نحط شوية طماطم فريش صغيرون، هذا هذا سمو فيه احنا كرش، طماطم هذا اسمه كرش. هلا غادي نقص فيها هادي وهادي، شوفها كل ما نخليها على النار كل ما هي تتبخر. اوكي هذه قلب التم وهذه قلب التم، خمسة تروفة مش اكتر. نخسرهم على السريع ونحطهم، وناخذ الطماطم تاعي ونبدا واحدة واثنين. طولي لما تشوفوا فيه الطريقة هذه، شوفها واتي الطريقة هذه، تم هذه واتية هكي. اوكي اظن لينا 10 دقائق نطيبو كم نغلطش، جو 10 دقائق هذا نعشن بيهم وهذه معشن به. اوكي انا واتي ناخذ الطماطم متاعي حطها في نار هابط، ليه؟ وهذا الأعشاب متاعي شوفها تم، حتى ما عادش نبي. أنا هذا بنقص في النار نتاعها وبنهدي فيها، خاطر بنوطيكم المشروب الديتوكس اللي تكلمت عليها بكري اللي هو صحيا بنكسر بالمية. لما نحط المية في الزيت دائما من برا إلى داخل، ما تحطش في النص، لو تحط في النص وين فيه الحرارة راح تبرد بسريع. أنا ناخذها هكي، لازم نبي ناخذ من برا، شوفوها اسمعوها، نحط في مية وقاعدة تبكبكة والنار هذه راه من برا نحط، شوفها لقيتوها هاي قاعدة تبكبك، شوفها وهذه سخونة، لو نحطها في النص تبرد وانا ما باش نبردها نباها سخونة زي ما شفتوها توا. تمام هذه ماشي مليح وهذه ماشي مليح، ملح قلنا مش هنحطه، ونحطه فلفل اسود على السريع، ونبي نطلع لنا المشروب بين هذه ماشي بروحها. اخي تعرفش مدير انا بنسكرها خاطر هذه واطيه. شفتوا لما تجوا للحوش طيبوا في اسرع وقت، يعني ممكن تطيبوا انتم في 10 دقائق بس.